والأزقة يوما بكل قيادة أنيابها ليعفن لها، فنحن الدماء التي يشربون يحزون منا رطاب الحمام. فصرت بحارا أنا لم أعيد انتخاب البشاعة في ورقة الانتحاب الأخيرة، لن أغبس العقل في معرفة ولن أنحني أصبعا في غوائم تواجهها كل دبابة من خراب مبين. أنا لن ألطخ قلبي بسم يسمونه حبر أحلامي، كأني تقبلني موجة تقبلك موجة، هل سذاجة؟ بل قبلتني شفاه وحور، لذا صرت كسرا بخاطر رب العذاب، لأني غيوم على ذلك الاجتهاد فكان المخور. جيت البارحة من بغداد حتى نقدر نسوي أمسية شعرية هنا، فرحة بتحرير الموصل واحتفائية في نفس الوقت بمناسبة فوز العراق بالمركز الخامس في أمير الشعراء. الحقيقة فكرة الأصدقاء أنه يسووها في ملتقى الكتاب هي أصلا صارت هيك فجأة، أو تعالي وخلي نسوي جلسة حلوة نقرأ بها قصائد الحب الوطن، حب الحبيب، قصائد حلوة، قصائد تتغنى بحب الحياة وحب الفرح وحب التحرير. الموصل شفتها مدينة منتهى الجمال، كانت كل تفصيلة بها شعرية، حتى إذا لقيت بيت مهجوم فأنت تحس قصيدة حزينة، قصيدة تبكي، ما أعرف، أنت تمشي بالشوارع وتحس بإحساسها، تتخيل شنو اللي صار هنا، تبني لك أهرام من الاحتمالات، ترجع تهدها، تبني غيرها، تلقى صخر وتلقى خضرة وتلقى أرض وتلقى سماء، كل شيء موجود هنا بالموصل. أكثر ما موجود هنا هو الأمان. امتداداً للنشاط الثقافي الذي تسخر به مدينة الموصل في هذه الفترة، وخاصة في ملتقى الكتاب، استضفنا اليوم كاتحاد أدباء وكرصيف قصيدة النثر ومجموع المؤسسات التي تشتغل ضمن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين فرع نينوى، وبالتعاون مع ملتقى الكتاب، الشاعرة العراقية الرائعة والمشاركة في مسابقة أمير الشعراء والتي أخذت صدى إعلاميا ممتازا بسبب تمكنها كصوت نسائي عراقي. الأمسية توزعتها قصائد في حب الوطن، في الجانب الوجداني، الجانب العاطفي، ومعروف أن الشاعرة تمتلك إدارة ممتازة للأشكال الشعرية. احتفى نادي الشعر في الموصل التابع لاتحاد أدباء نينوى بالتعاون مع ملتقى الكتاب بالشاعرة العراقية أفياء الأسدي. أفياء الأسدي شاعرة عراقية قادمة من مدينة بغداد، لها مشاركات قطرية محلية ومشاركات عربية، سبق لها أن شاركت في آخر نسخة من مهرجان أمير الشعراء الذي أقيم في مدينة أبوظبي في الإمارات، وحصلت على مركز متقدم في المسابقة. أسهمت المداخلات بتفاعل الشاعرة مع المتلقين، واختتمت الجلسة، ونأمل أن نستضيف شعراء آخرين من محافظات أخرى.